في انتظار كل اسئلتكم واستفساراتكم على الارقام اللي هتظهر حالا على الشاشه. اول حاجه هنبتديها هي الشوربه. الشوربه عندي عباره عن كوبايتين من الكرنب الابيض، عندي كوبايه من الكرنب الاحمر، عندي فلفل حوالي سمرتين فلفل شرايح، عندي بصلتين، عندي سمره جزر واحده، عندي كرفس اخضر، جنزبيل وثوم، ملح وفلفل وشويه من الكاري، وعندي لتر من الميه او شوربه الفراخ. بس اللي هيطعمها اكتر شوربه الفراخ، بس تكون خليه الدسم. يعني ايه خليه الدسم؟ هو ان انا بعد ما بجيب الشوربه بغليها مع الفراخ وادخلها الثلاجه، بتعمل لي طبقه من الدسم على الوش. ببتدي ان انا اخرجها من الثلاجه واشيل طبقه الدسم دي، فبتكون عندي شوربه خليه من الدسم. هي الحقيقه بتطعم الشوربه اكتر، يعني لا حابب يعملها بميه ممكن، بس هي شوربه الفراخ هي كده كده خفيفه لو شلنا الدهون منها، وفي نفس الوقت هتطعم لي الشوربه اكتر. هنا هجيب عندي الحله هنا على النار. في حاجه من الاثنين، اما ان انا احط كله مع بعض الخضار مع الشوربه وكله يغلي مع بعض خلاص، لو انا مش حابه ان انا اضيف فيها اي دهون، او ان انا معلقه زيت صغيره زي اللي انا هعمله دلوقتي كده، معلقه زيت وهنزل بالبصل هقلبه بقيه الخضار. الشوربه دي فعلا بتساعد على حرق الدهون، هي غنيه جدا 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 بالالياف، فيتامينات كتيره جدا. الكرنب من الحاجات اللي هم فيه مضادات اكسده عاليه قوي، يمكن كمان الكرنب الاحمر اكتر من الكرنب الابيض في مضادات الاكسده العاليه، زي ان هو بيحمي من الزهايمر. هو كمان مفيد قوي للي عنده اي مشاكل على الشعب الهوائيه، فهو حاجه قويه جدا، من بوتاسيوم للكالسيوم لفيتامينات معادن كتيره قوي. الالياف دي بتعمل لي ايه في الدايت؟ هي تديني احساس بالشبع. يعني هو انا ممكن تبقى سناك على فكره ما بين الوجبات، لو اكلتها احس ان انا شبعانه واكلت وجبه ثقيله، مش ثقيله بمعنى ان هي ثقيله على المعده، لا، بس هي عشان غنيه بالالياف. ضفت النهارده الجزر، الجزر مش حارق للدهون ولا حاجه، بس هيطعم لي الشوربه. يعني انا مش عايزه حاجه يعني علاج، لا، انا عايزه حاجه كمان اكلها وانا مستطعمها حتى الطعم فيها حلو. بصوا الزيت هنا بدا يسخن معايا، هنزل بالبصل. وهنقلب كده بس، يعني ايه يدبل بس كده بسيط. وممكن كمان انزل معاه بشويه من الجنزبيل، وعارفين الجنزبيل من الحاجات اللي بتنشط الدوره الدمويه وبرده بيساعد على حرق الدهون. عندي فص من الثوم، يعني هطعم الشوربه يكون طعمها حلو جدا. مش حاسه ان انا هي يعني مجبره عليها ولازم اشربها وهبقى متضرره، لا خالص. يعني في ناس كتير بتعتقد ان الرجيم ده انتحار، عايزين نكسر القاعده دي. هو مش انتحار ولا حاجه، هو بس يعني اسلوب حياه نمشي عليه كده بسيط، وهنعمل فيه اكلات ان شاء الله تكون مختلفه. هنضيف برده كمان الكرفس، والكرفس من الحاجات برده اللي بتساعد فعلا بجد على حرق الدهون، خصوصا كمان في منطقه البطن والارداف. فسواء بقى يعني عايزين نجيب يعني حسب اللي هنلاقيه، كرفس بلدي او افرنجي، يعني حسب اللي موجود في السوق. كمان لو عملناه عصير، لو عملناه عصير تبقى حاجه هايله جدا، وانتظمنا عليه ان احنا نشربه لمده 20 يوم او 25 يوم. يعني باخد الاعدام بتاعه الكرفس وبغليها بس بسيط، وبشرب حوالي كوبايتين في اليوم خلاص لمده 15 20 يوم. بتخفض الوزن، بس لازم جنب ده اعمل ايه؟ ان انا العب رياضه، ان انا لو هشرب عصاير ما يكونش فيها سكر، والاكثر احسن اكتر ان انا اكل الفاكهه نفسها اخدها سكر طبيعي. طبعا ابتعد عن المشروبات الغازيه، يعني ننظم اكلنا. حاجه لوحدها مش هتنفع، يعني بعمل رجيم قاسي جدا ومش بلعب رياضه فملوش اي لازمه خالص، والعكس. فلازم الرياضه دايما بتصاحب اي نظام غذائي. انا البصل اهو بدا شويه معايا اهو يدبل. طبعا شرب الميه مهم جدا، ان انا اشرب ميه، مهم قوي ان انا اظبط اكلاتي ومواعيد الاكلات دي، حاجات يعني بصوا هي حاجات صغيره بس حقيقي مهمه قوي. اهي البصل معايا بدا يدبل، هنزل بقى بعد كده هنا عندي بالكرنب. طبعا الكرنب حجمه هيقل شويه، هو بس بيبقى هايش بس كده في الاول، وبعد كده خلاص كل شيء هيرجع كما كان اهو. ايه كده اهي، وهنقلب المقادير كده مع بعض، يدبل بس بسيط عشان يقل حجمه شويه، وابتدي اضيف بقيه المكونات معاها، وابتدي انزل عليها بالشوربه. زي ما قلنا شوربه، شوربه فراخ خليه الدسم او ميه، او ممكن كمان تكون ميه وكبشه واحده او كبشتين كده من شوربه الفراخ، هطعمها.
طبعا احسن نضيف المكعبات المرق الجاهز دي بلاش، خلي بالكم من النقطة دي. اهي هسيبهم كده مع بعض هنا كده شوية. يبقى احنا عندنا هنا فلفل خلاص، والفلفل ده من الحاجات برضو اللي بتساعد على حرق الدهون. يا سلام بقى لو دخلتوا كمان لو بتحبوا بقى شطة او فلفل حار، يعني بنكمل الموضوع اكتر. اوكي اهي بصوا هنا بدأ يبقى عندي بسيط. طبعا بتكون كلها مليانة الوان فبتفتح النفس، الالوان دايما بتفتح النفس، فيعني دلعوا نفسكم شوية في الاكل الدايت علشان ما تزهقوش منه وتحسوا دايما بالتغيير. طبعا يعني الشتاء قربت علينا ان شاء الله، هيكون في انواع من الشربات مختلفة باذن الله متنوعة. يعني النهاردة مثلا الشوربة دي احنا مش هنضربها في اي ميكسر، هتكون عشان عايزة استفاد بالالياف اللي فيها، بس ممكن شوربة تانية زي ما بنحب ناكل برا الشوربات اللي هي تبقى كريمي زي شوربة الفراخ، البروكلي، المشروم، الجزر، البطاطا، كل دي انواع شوربة ان شاء الله هنعملها مع بعض وهتكون برضو خفيفة ولايت عليكم. بصوا انا قلبت هنا كده الكرنب والبصل، هنزل بقى بالفلفل والجزر. اهو الجزر انا مقطعاه صغير زي ما احنا شايفين كده عشان ما ياخدش معايا وقت، طبعا الكرنب والفلفل والحاجات دي كلها مش هتاخد وقت معايا. اهي بكون مجهزه طبعا عندي الشوربه زي ما قلنا وشايلين معاها الدسم. حابب اضيف هنا بقى ايه شويه ملح وفلفل وشويه كمان من الكاري. اهو ملح وفلفل وشويه هنا من الكاري. طبعا الكرفس انا هنزله في الاخر خالص عشان حابه ان هو يكون لسه لونه فريش. حابه اضيف كمان زعتر روزميري ممكن جدا. اوكي اقلبهم كده مع بعض. هنا ننزل عندنا بالشوربه. هسيبها بقى مع مدام ميرفت. ازيك؟ الله يسلمك، ازيك يا بسيمه؟ عامله ايه حبيبتي؟ بخير الحمد لله. الحمد لله، قلقتينا عليكي. ليه كده؟ خلاص بقى خليها بيني وبينك. الف سلامة. الله يخليك، الله يسلمك. المهم انت كويسة؟ لا الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يخليك. طب الحمد لله، ايه الحاجات الحلوة دي؟ ربنا يخليكي. المهم بقى تعمليها، يعني لو بتعمليها دايت تعمليها بقى ان شاء الله. لا الحمد لله احنا بنشتغل دايت. الحمد لله. ربنا معاكي. الله يخليكي. انا بس عايزه اشكرك على الحاجات الجميله اللي ربنا يخليكي حبيبه قلبي، وبحب دايما ان انا اسمع صوتك واطمن عليكي. ربنا يخليكي، وانا خدت والله ان انا اسمع صوتكم بجد، ربنا يخليكم ليا. الله يخليكي يا رب. كنتي بس عايزه اتكلم مع حضرتك. تتكلم طبعا طبعا. هلا كنتي وحشتيني. ازيك يا كنتي؟ واقفه عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويسه. اه ايه مستعده للمدرسه يوم الاحد ولا ايه؟ اه طيب ربنا معاكم ان شاء الله. كنزي جسمك ايه ده؟ حاجات الحاجه اللي انت عملتيها دي. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي وسلمي لي على حسن كتير.